في سؤال اتبعتلي من بنوتة بتقولي لا أميل لخطي دي وكاتب الكتاب قرب. بص يا جميل، أنا عايزة أقولك إن يعني أنتي من البداية حسيتي إن مفيش مثلا توافق، مفيش ميول، مفيش قبول مثلا من ناحيتك للشخص ده. طب أنتي ليه من البداية أصلا اتخطبتي له، وليه من البداية وافقتي إن يبقى فيه ارتباط ما بينكم؟ ما هي دي برضو المشكلة. انت كده المفروض كنتي من البداية، عشان كده دايما بقول ان في البداية قبل الخطوبة او قبل كده، ودي حاجة من شرائع الدين، لازم يبقى في قعاد مع بعض، لازم بيبقى في يعني بتتكلموا مع بعض، بيبقى في اللي هي يعني بتشوفوا ميولكم، بتتعرفوا على بعض بطريقة تكون يعني طريقة يعني فيها نوع من الالتزام، بس في نفس الوقت يعني لازم تعرفوا شخصية بعض، لازم تقعدوا مع بعض قبل الخطوبة، وبعد كده يعني تشوفي بقى انتي هينفع تكملي مع الشخص ده ولا مش هينفع تكملي معاه. فانتي دلوقتي بتقولي انا كاتب كتابي قرب وانا مش حاسة ان انا ملاله وكاتب كتاب قرب، فانتي نصيحتي ليكي عشان خاطر ما تظلمهوش، يعني ما ينفعش ان انت لو انت حاسه ان انت مش مايله او حاسه ان انت، وبرده علشان خاطر ما ينفعش ان انا اقول لك تنفصلي عنه او ما ينفعش انت تسيبيه، انت برده اعملي اللي عليكي واديله فرصه، حاولي انت تتقبلي يعني، حاولي تتعرفي عليه اكتر، او حاولي انت تبقي عارفه ايه الشخصيه بتاعته، يمكن بقى يعني يمكن تحسي ان، او يمكن يكون في مشكلة عندك هي اللي مخلياكي مثلا حاسة الاحساس دوت. المهم، فلو حسيتي في النهاية بعد كل المحاولات ان انتي مش حاسة ان انتي قادرة تكملي، ففي الحالة دي علشان ما تظلميش البني ادم، فنصيحتي ليكي ان انتي يعني ممكن في الحالة دي بس ان انتي ما تكمليش. بس انا رأيي من البداية خالص المفروض ما كنتيش يعني، طالما انتي حاسة ان انتي مش قادرة تكملي مع شخص معين، ما كنتيش وافقتي عليه من البداية، عشان كمان ما تظلموش وما يحصلش يعني اي ألم للطرفين. يعني ممكن يكون هو اتعلق بيكي في الفترة دي، فانتي كده ممكن تكوني بتظلميه. فحاولي برضو زي ما قلت لك، علشان خاطر انا مش من النوع اللي بحب ان يبقى فيه يعني في طرفين يسيبوا بعض او قطع العلاقات او ان احنا كده، بس زي ما انتي بتقولي حاولي تديله فرصة أخيرة، أو حاولي انتي تتعرفي عليه أكتر، تقربي له أكتر. لو حسيتي ان انتي مش ميالة له، أو حاسة ان انتي مش قادرة تكملي، في الحالة دي انتي ممكن ليكي بقى حرية الاختيار ان انتي تكملي أو تسيبيه. وأتمنى لك طبعا كل خير، بس أنا رأيي من البداية خالص كنتي تحاولي بقدر الإمكان ان انتي يعني ما كنتيش يعني، طالما اكيد فترة الخطوبة، انا بتهيألي اكيد فترة الخطوبة كانت فترة برضو اكيد مش قليلة يعني، يعني انا دايما مع فكرة ان برضو فترة الخطوبة متبقاش لا طويلة قوي ولا قليلة قوي، بحس ان الطرفين يعرفوا بعض. وانتي برضو اكيد تشوفي انتي ايه المناسب ليكي، يعني علشان خاطر برضو ما تحسيش ان انتي ظلمتي الطرف الاخر. بس كده، واتمنى لك كل خير. ده كان ردي على السؤال البنوتة اللي بعدتلي.